نظمت مؤسسة شفاء والأرمان مهرجانا خيريا لدعم العمل بمستشفى شفاء الأرمان لعلاج السرطان بالأقصرة بحضور عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة ورجال الأعمال، وذلك في إطار دعم العمل بالمستشفى. بدأت الاحتفالية باستقبال المشاركين في الاحتفالية بمطار الأقصر الدولي على أنغام المزمار، ثم توجهوا إلى موقع المستشفى للاستماع لشرح مفصل عن مراحل العمل بالمستشفى، مؤكدين دعمهم الكامل له. مجموعة كبيرة من مصر ساهمت في هذا الكيان، واحنا عارفين ان هذا الكيان ليس غرضه الربح خالص، وكل العلاج بالمجان، مش بيغطي محافظة، ده بيغطي محافظة، امسك بقى 6 محافظات شمالا وستة جنوبا ولا حاجة، يجوا هنا ويتعالجوا بدون موارد مالية يعني. جمع التبرعات، يعني لا، هو التبرعات في ناس كتيرة في مصر بتحترم الكلام ده وعارفين أهمية العلاج، وخصوصا ان هو بالمجان يا جماعة. مشروع عظيم، يا ريت الناس كلها كانت معانا عشان تعرف قد ايه المكان ده لسه محتاج، وقد ايه لسه هيخدم ناس كتير من اهالينا في الصعيد، وقد ايه الناس اللي ساهمت وعملت الصرح العظيم ده، قد ايه ربنا يكرمهم ويخليهم ويحافظ عليهم ويديهم. بس لازم الناس تدي، المكان ده لسه عايز كتير، عايز كتير كتير كتير، عشان نقدر نعالج اكتر شريحة من اهالينا اللي مش قادرة، ونرحمهم من مشوار ان هم يروحوا من الصعيد.